يا اضرب تحوسوا لي وتقولوا توحون راهي هذا العام في رمضان. دقيقه غادي نبداو نوجدوا في الديكوراسيون تاع الصاله اللي وجدناها كبيره. بغيت نسقسيك مازال ما يقدم مازال تمشي معايا بس ما تخافش ما تخافش ما تخافش صح حط شاشة لكم تشوفوا فينا ديروا مايز حط صح حط جيت بكري باش نخدم ونروح باش ما يهبلنيش ولد خوك والله يا محمد صدقني اما اما ما خدماتك في الكوزينه تري عارفه اش راه يدير وقعدوا معنا في قناه الباهيه وهرن الباهيه وهرن الباهيه ليل ونهارك زاهيه لمسة شاف فن وديكور مع محمد بصغير والحاجة تحى والعديد من المفاجآت مع حزيم وصفيان حماشة في قالب فكهي قريبا في رمضان على شاشة الباهية كونوا في الموعد.